ريال دياز بقاله كتير متواجد مع ريال مدريد وبقاله كتير مش قادر يبقى عنصر اساسي في ريال مدريد. شايف ان ريال دياز كان المفروض فعلا يكمل في ريال مدريد، ولا شايف ان كان المفروض يكون في اسم قادر ان هو يكون متواجد بشكل اساسي ومؤثر في نفسه؟ ماريانو دياز بداياته كانت مبشره جدا جدا، وهو طالع صغير بداياته دي بقالها كتير بالظبط، وطلع اعاره وبعدين رجع تاني. فلورنتينو بيريز اداله سبعه وقتها بقى، يعني ان هو بعد يبقى كريستيانو. بعد كريستيانو ان هيتم الاعتماد عليه. لعيب عنده، انا بشوف ان هو عنده الامكانيات بس هو مش قادر يتخلص من فكره ان هو لعيب ناشئ. يعني هو دلوقتي ما بيش ناشئ بالظبط كده، يعني مش قادر يعدي المرحله دي. مشكله الدوري المصري بعض اللعيبه والله ما كنتش عايز اقولها، يعني في لعيبه لغايه دلوقتي هي 27 قربت تبطل ونفس العقليه. فماريانو دياز لا، هو كان المفروض يمشي وكان يجي بديل. يعني متخيل كان لازم ريال مدريد كان هيخش في كافاني، يخش في ادن زيكو. كافاني برضه انت يعني سنه يعتبر، ما انت عايزه بديل. لا انت عايزه بديل لبنزيما، انت عايز تجيب حد بديل لبنزيما عشان يسعفك في المباريات، على الاقل يشارك لك مثلا لو في الدوري. الدوري بنتكلم في 38 مباراه، يشارك مثلا في 10 اساسي ويبقى سوبر ساب في الباقي. فانت محتاج ده، لان بنزيما برضه 33 سنه، بنزيما كبر، بنزيما مبقاش لسه دماغك اللي جاي. واللود اللي هيبقى على الفرق دي كلها لما اللعيبه تروح كاس العالم وترجع، هتبقى قد ايه مرهقه، قد ايه تعبانه، قد ايه. بنزيما رجع لمنتخب فرنسا. فانت عندك مشكله هنا. فانت الحته دي كان لازم تروح تجيب فيها لعيب. معرفش ممكن تبقى فرصه لمارينو دياز بقى ان هو ينفجر ويتالق، بس انا احساسي ان انشيلوتي مش مقتنع بيه. يعني